بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. النهارده ان شاء الله مباريات دور دي مباريات الاسبوع ال 16 في الدوري العام المصري، لسه واخدين على البطوله الافريقيه، ولكن مباريات الاسبوع ال 16 في الدوري العام المصري. مباراه ستقام في استاد الدفاع الجوي، النادي الاهلي سيلاقي نادي بيراميدز زي ما قلت لحضراتكم في الاسبوع ال 16. طاقم تحكيم لهذه المباراه: كابتن ابراهيم نور الدين حكما للساحه، كابتن احمد حسام طه حكم مساعد اول، وكابتن محمود ابو الرجال مساعد، وكابتن عمرو الشناوي حكم رابع. ده طاقم التحكيم لهذه المباراه، وهيكون معانا بعد قليل ان شاء الله كابتن ناصر عباس لتحليل الشكل العام للحكام ما قبل بداية هذه المباراة وكيفية إدارة هذه المباراة بشكل جيد، بحيث الكل ياخد العدالة التحكيمية سواء النادي الأهلي أو نادي بيراميدز. عايز أقول لحضراتكم أنها واحدة من المباريات الهامة جدا بعد ما الكل قفل صفحة البطولة الإفريقية لغاية إن شاء الله المباراة الأولى في دور الثمانية، مباراة سان داونز إن شاء الله هتقام يوم 28 فبراير الجمعة، 28 فبراير هنفضل قافلين هذه الصفحة لغاية هذه المباراة. ولكن النهاردة بنرجع تاني، أو النادي الأهلي بيرجع مرة أخرى لملاقات نادي بيراميدز. خلال الموسم السابق لم تكن النتائج جيدة مع نادي بيراميدز، هنشوف إيه اللي هيحصل في مباراة اليوم. الأهلي يتصدر جدول الدوري العام المصري ب 36 نقطة من 12 مباراة. الأسبوع ده 16، ولكن للنادي الأهلي 3 مباريات مؤجلة لأنه طبعا كان بيلعب في البطولة الإفريقية، ولكنه متصدر جدول الدوري العام ب 12 مباراة 36 نقطة. عايز أقول لحضراتكم أن في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه مباراة النادي المصري مع نادي طنطا أعتقد انتهى شوطها الأول و2-1 لصالح نادي طنطا، بعد ما كان طنطا متقدم بهدف، بعد كده المصري أحرز الهدف التعادل، بعد كده 2-0 لنادي طنطا، وبعد كده المصري بيقلص الفارق لهدف واحد. هنشوف بقى طبعا الشوط الثاني ايه اللي هيحصل في هذه المباراه، وهنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره. كعادتنا هنا في ملعب الاهلي دايما خلينا نروح لزميلنا كريم احمد علشان برضو نطمن على اجواء هذه المباراه منذ بدايه اليوم وحتى الان. نروح لزميلنا كريم احمد، اتفضل يا كريم. اهلا بيك يا كابتن اسلام، واهلا بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. الاكيد الجمهور متعطش ومنتظر ومترقب ايضا كمان مباراه اليوم بيراميدز والنادي الاهلي على استاد الدفاع الجوي في واحده من اقوى المباريات في بطوله الدوري العام. النادي الاهلي اداء ونتيجه خلال الايام الماضيه والمرحله الماضيه بالتحديد بيخطو خطوات ثابته للامام، وايضا كمان فريق بيراميدز اللي بيؤدي اداء اكثر من رائع سواء في بطوله الدوري العام او في بطوله الكونفدراليه، فاكيد متوقعين يكون مباراه قويه تكتيكيا داخل الملعب خارج الخطوط كمان. هنشوف ان شاء الله باذن الله التغييرات المميز فيها مستر ريني فايلر، في كل مباراه بيبقى ليه بصمه باذن الله. النهارده يكون قرى الفرقه بشكل كبير، محاضرات كانت مستمره خلال الايام الماضيه، يمكن الراجل على طول بيحاول ان هو يفرج لعيبه على مقاطع فيديو لنقاط القوه والضعف، كل الامور دي الحمد لله قدر الجهاز الفني بالكامل ان هو يكون معاه كل الداتا الخاصه به نادي بيراميدز. ان شاء الله باذن الله كابتن اسلام النهارده كل الجهود دي تكلل بالنجاح، 3 نقاط هيساعدوا النادي الاهلي وهيستمر النادي الاهلي في حصد النقاط بالنسبه لبطوله الدوري العام. 12 فوز ب 36 نقطه، بنتمنى ان شاء الله يستمر النادي الاهلي وتبقى كمان ال 13 14. انت عارف يا كابتن اسلام جمهور النادي الاهلي طماع بالنسبه ان يشوف لعيبته ويشوف الجهاز الفني في التوب فورم بالنسبه لكره القدم. ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في اللاعبين وفي الجهاز سواء في بطوله الدوري العام او في البطوله الافريقيه. متواجدين كالعاده كابتن اسلام في فندق الاقامه، بننقل الكواليس والاخبار، الامور كالعاده الاعتياديه الخاصه بالافطار ووجبه الغداء، وايضا كمان المحاضره الاخيره لفريق النادي الاهلي اللي ما بتاخدش وقت مع مستر رين فايلر، لان يعني نقدر نقول التشكيل بيبقى معلن صباح اليوم المباراه، بتبقى حاجات بسيطه جدا مش هتاخد 5 دقائق محاضره الخاصه في فندق الاقامه، ومباشره على طول تتوجه الحافله الخاصه بالنادي الاهلي الى استاد الدفاع الجوي. اتذكر معاك واذكر كل الساده المشاهدين يا كابتن اسلام بالقائمه الخاصه بمباراه اليوم. 22 لاعب تم اختيارهم في المران الاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب مختار التتش: شريف اكرامي، الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، جيرالدو، جونيور اجايي، كهربا، حسام عاشور، احمد فتحي، محمود وحيد، احمد الشيخ، علي معلول، محمد مجدي قفشه، مروان محسن، عمرو السوليه، اليود يانج، حسين الشحات، ايمن
حسن اشرف، وليد سليمان، اليوباجي، ياسر ابراهيم، ومحمود متولي. الثلاثي عايز اطمنك عليهم وهو طبعا احمد فتحي وياسر ابراهيم وجونيور اجايه، اللي اكيد طبعا كان في بعض الاخبار الماضيه ان احمد فتحي عنده اصابه في الكاحل، جونيور اجايه كان عنده ايضا كمان نزله برد. الكل جاهز يا كابتن اسلام، تابعناهم في التدريب الاخير يعني برغم الغلق التام اللي كان للتدريب، لكن اطمننا عليهم بشكل كامل جدا من طبيب النادي الاهلي. الكل جاهز، ياسر ابراهيم يعني طبعا ممكن يشارك او ما يشاركش النهارده، لكن هو جاهز فنيا وبدنيا، كانت كدمه قويه في المباراه الاخيره، لكن اللعيبه الرجاله واللعيبه المميزه جدا ياسر ابراهيم ان شاء الله يكون لدور النهارده في مباراه اليوم. بجانب كل هذه الامور، الحاله المعنويه مرتفعه جدا، التركيز الكبير لفريق النادي الاهلي، لان خلاص المرحله اللي جايه مرحله مهمه، عندنا مباريات قويه، عندنا خلاص مباراه افريقيا السوبر، في مباراه قويه جدا محتاجه خلاص بقى يبقى في تلاحم كبير، يبقى في انسجام كبير جدا، الكل كالعاده يكون على قلب رجل واحد، وهي دي الرساله اكيد اللي في ذهن كل لاعبي النادي الاهلي وايضا كمان اللي بينتظرها كل جمهور النادي الاهلي. يعني لو بنتكلم على التشكيل المتوقع كده سريعا يا كابتن اسلام، من خلال رؤيتنا على التدريب الاخير اقدر اقول لك في حراسه المرمى الشناوي احمد فتحي في خط ناحيه اليمين طبعا، ايمن اشرف وايضا كمان محمود متولي، علي معلول في المنتصف، اليو ديانج وعمرو السلية على الاطراف، حسين الشحات، جونيور اجيه، محمد مجدي قفشه، ومروان محسن. ده نقدر نقول التشكيل الاقرب بالنسبه للمباراه، لو في تغيير هيكون تغيير وحيد يا كابتن اسلام، لكن يعني نقدر نقول ان شاء الله نكون هذه التوليفه مميزه لو بدا بيها بالفعل مستر رينيه فايلر. المهام طبعا كلها خلاص كل اللعيبه عرفت المهام الدفاعيه والمهام الهجوميه، باذن الله ان شاء الله ينقصنا كل التوفيق في هذه المباراه. كمان اذكر معاك يا كابتن اسلام الطاقم التحكيم الخاص بمباراه اليوم بقياده طبعا حكم الدولي ابراهيم منور الديني، يعاونه احمد حسام طه ومحمود ابو الرجال وعمر الشناوي. باذن الله يا كابتن اسلام نصل فندق الاقامه يكون معاك التشكيل، ننقل لك كالعاده الاجواء من خلال ملعب الاهلي، حضور الجماهير بالنسبه للبيراميدز وبالنسبه ايضا كمان للنادي الاهلي، وان شاء الله يا كابتن اسلام يكلل كل الجهد الكبير اللي بذل خلال الايام الماضيه فنيا واداريا وتنظيميا ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، واستمر في حصد نقاط المباريات القادمه في بطوله الدوري العام للحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. عوده ليك يا كابتن اسلام. طيب شكرا جزيلا لزميلنا كريم احمد، زي ما حضراتكم شفتوا من فندق الاقامه، بعد قليل ان شاء الله هنحاول نقول لحضراتكم تشكيله رسميه للنادي الاهلي، التشكيله اللي اتكلم عنها كريم اعتقد ان هي التشكيله المتوقعه لسه للنادي الاهلي، لكن التشكيله الرسميه لم تخرج بشكل رسمي حتى الان. عايز اقول لحضراتكم ان في خبرين بس مهمين اقولهم لحضراتكم قبل ما نتكلم عن جرافيك المباراه. كابتن خطيب بيطير الى فرنسا لاجراء بعض الفحوصات الطبيه الجديدة. يغادر إلى فرنسا خلال الأيام القليلة القادمة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لإجراء بعض الفحوصات الطبية والإشاعات هناك للاطمئنان على حالته الصحية. جاء ذلك بعدما عاودت آلام الظهر كابتن محمود في أوقات مختلفة أثناء ممارسة عمله في الأسابيع السابقة. أجرى رئيس النادي الأهلي اتصالا بكل من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة قبل الشهور، وكذلك الطبيب المعالج في فرنسا والذي رفض التدخل الجراحي ثانية بعد خضوع رئيس النادي الأهلي لأحدث أجهزة الأشعة العالمية، وأكد على حاجته إلى برنامج تأهيلي خاص نفذه كابتن محمود لمدة أسبوعين بإحدى المراكز الطبية الكبرى هناك. أيضا قام رئيس النادي الأهلي بزيارة الأستاذ الدكتور ياسر المريجي والذي يتابع حالته منذ فترة طويلة، وعرض عليه الأمر كاملا، وجاء رأيه أيضا بضرورة استكمال العلاج مع الطبيب الفرنسي، خاصة أن هناك تحسن نسبي بعدما التزم ببرنامجه العلاجي. لذا استقر كابتن محمود على السفر إلى باريس ووفقا للموعد الذي سيقوم بتحديده مع الطبيب الفرنسي خلال الأيام القادمة. كل دعواتنا القلبية بشفاء كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة بعد ما أقيمت القرعة دوري أبطال إفريقيا دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، كان هناك كلام على أن يتم أنه سوف يتم تأجيل مباراة القمة ما بين الناديين الكبيرين الأهلي والزمالك اللي كانت هتقام يوم 24، اللي هي بتكلم على الدوري العام المصري. يوم 20 السوبر هيتلعب، ولكن كان هناك مقترح بتأجيل مباراة يوم 24 في الدوري العام المصري لإفساح المجال للنادي الأهلي ولنادي الزمالك للاستعداد لأولى المباريات في البطولة الإفريقية، ولكن أعلن الاتحاد المصري عزمه على إقامة مباراة النادي الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن دون أي تأجيل. وبالتالي ده بيان رسمي من الاتحاد، وبالتالي المباراة حتى هذه اللحظة ستقام يوم 24/2 القادم بعد مباراة السوبر المحلي التي ستقام إن شاء الله في مملكة الإمارات أو الإمارات العربية المتحدة اللي هتقام إن شاء الله يوم 20. 24 ده هيتأجل ولا مش هيتأجل؟
اتحاد كرة القدم نزل بيان قال ان هو لن يتم تأجيل هذه المباراة، وان المباراة دي سوف يتم سوف يلعبها النادي الأهلي ونادي الزمالك. خلينا بقى نروح لجرافيك هذه المباراة. الدوري العام المصري النهارده الخميس 6 فبراير 2020 في مباراتين بتقام اليوم، مباراة المصري وطنطا زي ما قلت لحضراتكم 2-1 لصالح نادي طنطا حتى هذه اللحظة. كانت هذه المباراة بدأت في تمام الساعة الخامسة، المباراة الثانية إن شاء الله في الأسبوع 16 7:30 إن شاء الله مباراة بيراميدز والنادي الأهلي. نتائج مباراة الأسبوع 16، أسوان بيفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف ويكمل مجدي عبد العاطي سلسلة انتصاراته خلال المباراتين الأخيرتين. إمبي بيفوز أيضا على المقاولين العرب بهدفين مقابل هدف ليوقف الكابتن حلمي طولان قطار المقاولون مع عماد النحاس. والإنتاج الحربي بيتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري، وسموحة بيتعادل إيجابيا مع نادي المقص. يوم الثلاث 4 فبراير الجونة بيفوز على وادي دجلة ليحسن من مركزه بهدف مقابل لا شيء، وطلائع الجيش مع كابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني بعد إقالة كابتن طارق يحيى بيفوز على نادي مصر بأربعة أهداف مقابل لا شيء. امبارح كانت آخر أو مباراة نادي الزمالك وحرس الحدود، كانت يوم الأربعاء 5 فبراير وفاز نادي الزمالك على فريق حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء. جدول ترتيب الدوري العام المصري حتى قبل مباراة اليوم. الأهلي في المركز الأول من 12 مباراة ب 36 نقطة، المقاولين العرب في المركز الثاني من 16 مباراة ب 32 نقطة، الاتحاد الزمالك في المركز الثالث من 14 مباراة 28 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز الرابع من 16 مباراة 27 نقطة، بيراميدز في المركز الخامس من 15 مباراة و 26 نقطة قبل مباراة اليوم، إمبي في المركز السادس من 15 مباراة ب 23 نقطة، الإنتاج الحربي في المركز السابع من 16 مباراة 22 نقطة، سموحة في المركز الثامن من 16 مباراة 21 نقطة، الإسماعيلي في المركز التاسع من 16 مباراة 21 نقطة، حرس الحدود في المركز العاشر من 16 مباراة 18 نقطة. المركز ال11 الجونة من 16 مباراة 18 نقطة، المصري من 12 مباراة قبل بداية مباراة المصري وطنطا النهاردة من 13 مباراة عنده 16 نقطة، طلائع الجيش في المركز ال13 من 16 مباراة 15 نقطة، أسوان في المركز ال14 من 16 مباراة 15 نقطة، وادي دجلة في المركز ال15 من 16 مباراة عنده 14 نقطة، مصر المقصة في المركز ال16 من 16 مباراة عنده 13 نقطة، طنطا في المركز ال17 من 15 مباراة عنده 13 نقطة، ثم نادي مصر في المركز الأخير من 16 مباراة عنده 11 نقطة. قائمة الهدافين عبد الله السعيد في المركز الأول ب 12 هدف وسيغيب اليوم عن مباراته أمام نادي الأهلي. محمد شريف في المركز الثاني، محمد شريف طبعا لاعب نادي إمبي والمعار من النادي الأهلي بتسع أهداف، ثم وليد سليمان نجم النادي الأهلي بست أهداف، حسام حسن نجم نادي سموحة بست أهداف، سيف الدين الجزيري المقاولين العرب ست أهداف، حسين الشحات النادي الأهلي خمس أهداف، أحمد سيد زيزو خمس أهداف النادي الزمالك، مصطفى محمد خمس أهداف من نادي الزمالك، محمد سالم ومحمد سمير المقاولين العرب خمس أهداف. موقف النادي الأهلي وبيراميدز في الدوري العام المصري زي ما قلت لحضراتكم، النادي الأهلي لعب 12 مباراة فاز في 12، سجل 35 هدف استقبلت شباكه هدفين، يملك من النقاط 36 نقطة في المركز الأول. أما نادي بيراميدز لعب 15 مباراة فاز في 7 تعادل في 5 خسر 3 مباريات، سجل 24 هدف استقبلت شباكه 17 هدف، 26 نقطة في المركز الخامس. نتيجة المباراة السابقة لنادي بيراميدز فاز على نادي مصر بهدفين مقابل هدف طبعا في الأسبوع ال15 كانت الأربعاء 29 يناير الساعة 7:30. أما نتيجة المباراة السابقة للنادي الأهلي، الأهلي بيفوز على المقاولين العرب بهدفين مقابل لا شيء، كانت طبعا في الأسبوع ال14 وتم تأجيل الأسبوع ال15 بسبب اشتراك النادي الأهلي في البطولة الإفريقية. المباراة القادمة للنادي الأهلي، النادي الأهلي هيلاقي طلائع الجيش يوم الاثنين 10 فبراير الساعة 7:30، وبيراميدز سيلاقي المقاولون العرب
ايضا في الاسبوع ال 17 في يوم الثلاث 11 فبراير الساعه 5:30. النادي الاهلي احرز 35 هدف مقسمه على 90 دقيقه كالتالي: اربعه اهداف في الربع ساعه الاولى، ثم اربعه اهداف في الربع ساعه الثانيه، وهدفين في الربع ساعه الاخيره من عمر الشوط الاول. مع بدايه الشوط الثاني 7 اهداف، ثم 6 اهداف من الدقيقه 61 للدقيقه 75، والربع ساعه الاخيره كعاده النادي الاهلي 12 هدف كاعلى معدل تهديفي للنادي الاهلي. اما النادي الاهلي توقيتات دخول اهداف في مرمى النادي الاهلي، هدفين فقط استقبلتهم شباك النادي الاهلي في الربع ساعه الاولى من عمر الشوط الثاني، والربع ساعه الثانيه من عمر الشوط الثاني. سهل برضو انت بتتكلم عن النادي الاهلي في استقباله للشباك. اما توقيتات احراز بيراميدز للاهداف، نادي بيراميدز احرز 24 هدف مقسمه على 90 دقيقه كالتالي: 3 اهداف في المركز في الربع ساعه الاولى، ثم 3 اهداف من الدقيقه 16 للدقيقه 30، ثم 5 اهداف من الدقيقه 31 للدقيقه 45، ثم 3 اهداف مع بدايه الشوط الثاني، ثم من الدقيقه 61 للدقيقه 75 5 اهداف، والربع ساعه الاخيره ايضا 5 اهداف. 17 هدف استقبلتهم شباك نادي بيراميدز مقسمه على 90 دقيقه كالتالي: في اول ربع ساعه هدف، ثاني ربع ساعه من عمر الشوط الاول ولا هدف، ثم الربع ساعه الاخيره من عمر الشوط الاول 3 اهداف. مع بدايه الشوط الثاني هدفين، ثم من الدقيقه 61 للدقيقه 75 3 اهداف، واخر ربع ساعه 8 اهداف كاعلى معدل تهديفي بيتستقبل شباك نادي بيراميدز الاهداف في اخر ربع ساعه. قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة: الشناوي وإكرامي وعلي لطفي في حراسة المرمى، ثم في خط الدفاع محمد هاني وأحمد فتحي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، علي معلول، محمود وحيد، أيمن أشرف. أما خط الوسط: حسام عاشور، السولية، أفشة، أحمد الشيخ، جيرالدو، كهربا والشحات، وأليو ديانج، ووليد سليمان، وجونيور أجاي. أما خط هجوم النادي الأهلي: مروان محسن وأليو ديانج، أليو باجي. أما غيابات النادي الأهلي لهذه المباراة: رامي ربيعة، رمضان صبحي، حمدي فتحي. طبعا رينيه فايلر مديرا فنيا للنادي الأهلي. أما قائمة نادي بيراميدز لهذه المباراة: مهدي سليمان وأحمد دعدور في حراسة المرمى، رجب بكار، أحمد أيمن منصور، علي جبر، عبد الله بكري، طارق طه، محمد حمدي، ويلفريد كانو. أما خط الوسط: إبراهيم حسن، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، عمر العيوني، وإسلام عيسى، وأحمد توفيق، ومحمود حمادة. وخط الهجوم: جون أنتوي ودودو الجباس. غيابات نادي بيراميدز: الشناوي وعبد الله السعيد وعبد لومالا وإيريك تراوري ومحمد فتحي ومحمد فاروق. أما المدير الفني هو تشاتيتش، المدير الفني الكرواتي لنادي البيراميدز. طاقم تحكيم لهذه المباراة زي ما قلت لحضراتكم في بداية اللقاء: حكما للساحة كابتن إبراهيم نور الدين، اثنين حكام مساعدين كابتن أحمد حسام، كابتن محمود أبو الرجال، حكم رابع كابتن عمرو الشناوي. دي كان جرافيك هذه المباراة. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل دكتور أحمد ثابت وأهم نقاط الضعف والقوة في فريق بيراميدز. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم نقاط الضعف والقوه في نادي بيراميدز. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. خلينا نبدا مباشره ما بين ونبدا المقارنه الاولى ما بين رينيه فايلر المدير الفني لنادي الاهلي وانتي تشاتيتش المدير الفني لنادي بيراميدز. طبعا مواجهه اوروبيه ما بين الاثنين المدربين، مدرسه سويسريه كرواتيه. يمكن تشاتيتش دوت كان ماسك منتخب كرواتيا، نقول انتي وخلاص انتي اه عشان ما نلخبطش نفسنا ونلخبط الناس معانا. مدرب منتخب كرواتيا، كان ماسك مدرب منتخب كرواتيا ووصل معاهم دور ال 16 في كاس الامم الاوروبيه وخرج على يد البرتغال. تمام. فمدرب برضو ليه تاريخ كويس ان هو طبعا ماسك منتخب كرواتيا. ريني فايلر طبعا من سويسرا، 46 سنه، فرق السن 20 سنه ما بين الاثنين، 66 و46 لصالح طبعا انتي تشاتيتش. تولى المهمه منذ فايلر متولي المهمه من 31/8/2019، اما مدرب بيراميدز متولي المهمه في اخر السنه 27/12/2019.
فايلر لعب في الدوري 12 ماتش كسب ال 12، اما المدرب الكرواتي لعب 5 كسب 3 اتعادل 1 خسر 1. النادي الاهلي بلا خساره حتى الان مع فايلر احرز 35 هدف بمعدل 2.9 هدف في المباراه الواحده، اما بيراميدز مع المدرب الكرواتي احرزوا 7 اهداف بمعدل 1.4 هدف في الماتش الواحد. نيجي بقى اللي دخلت شباكه اهداف، هم مع المدرب الكرواتي ده دخل في شباكهم 4 اهداف في 5 مباريات، رقم كبير، دليل ان هم عندهم مشاكل دفاعيه وفي نفس الوقت على المستوى الهجومي كويسين. الكلين شيت عند النادي الاهلي 10 من 12 ماتش، اما عند المدرب الكرواتي مره واحده بس من 5 مباريات، وده بياكد ان هم عندهم مشاكل دفاعيه. طيب خلينا نروح للارقام الحقيقيه منذ تولي انتي تشاتيتش المدير الفني لنادي بيراميدز. طبعا هو في الخمس مباريات المدرب الكرواتي مع نادي بيراميدز ليه بعض الارقام المميزه في الدوري برضه بتاكد القوه الهجوميه والتراجع الدفاعي. ايوه القوه الهجوميه هم راحوا على معاه 69 محاوله في 5 مباريات، رقم كبير، بمعدل 13.8 محاوله في الماتش الواحد. رقم كويس قوي، يعني بيروحوا على الجون كتير قوي. تمام. المحاولات الصحيحه 18 منها 3.6 محاوله صح في الماتش الواحد، يعني 4 محاولات صح في الماتش الواحد، ده برضه رقم كويس. الكرات العرضيه بيعملوا كرات عرضيه كتير جدا، بيلعبوا على الاطراف بشكل مميز، 133 عرضيه، يعني بيعملوا حوالي 26 عرضيه في الماتش الواحد. الضربات الركنيه برضو كتير، عندهم 34 ضربه ركنيه في 5 ماتشات. اما عدد التمريرات بتاعتهم 1960 تمريره في 5 مباريات، يعني في الماتش الواحد بيعملوا 392، اما النادي الاهلي طبعا بيعدي 400 تمريره. طيب تشكيل متوقع لنادي بيراميدز؟ طبعا احنا يعني في ملعب الاهلي هنا كنا قلنا تشكيل النجم قبل كده وقلنا تشكيل الهلال في التشكيل المتوقع. النهارده ان شاء الله برضو يطلع تشكيل بيراميدز هو نفس التشكيل. يمكن هم بيلعبوا النهارده التشكيل المتوقع بتاعهم ان هم يبداوا بثلاثه ارتكاز. مين الثلاثه ارتكاز؟ دونجا وعمر جابر واحمد توفيق. تمام. الاثنين المساكين اللي ورا طبعا الحراسه المرمى المهدي سليمان. الاثنين المساكين اللي ورا علي جبر واحمد ايمن منصور. الباك اليمين رجب بكار. الباك الشمال محمد حمدي. الثلاثه اللي قدام ابراهيم حسن واسلام عيسى وجون انطوي، طبعا في غياب عبد الله السعيد وغياب ايريك تراوري. ف 4-3-3-2-1 هو النهارده عام هيعمل ستاره دفاعيه في وسط الملعب بثلاثه ارتكاز، طبعا نظرا لقوه النادي الاهلي في الدوري هيعمل نوع من التامين بدونجا وعمر جابر واحمد توفيق، هيعتمد على سرعه التحول من الحاله. بيراميدز مع المدرب الكرواتي اهم نقطه قوه عندهم سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. بيتحولوا بشكل ممتاز قوي وبيطبقوا الهجمه المرتده، كان بصراحه عبد الله السعيد هيفرق معاهم، يعني عبد الله السعيد كان بيحولهم بسرعه قوي وكان بيساهم بشكل كويس جدا. النهارده عندهم ابراهيم حسن، عندهم اسلام عيسى قدام، برضو عندهم سرعه هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الموضوع. طيب سجل بيراميدز مع انتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز 7 اهداف في 5 مباريات. طبعا السبع اهداف بتاكد، السبع اهداف منهم كام؟ ايه؟ 4 تمرير طولي في العمق، بياكد ايه؟ سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. تمام. دايما بيتحولوا بشكل، قدامنا الارقام على الشاشه، وبيتحولوا بشكل ممتاز قوي. تمام. 4 تمرير طولي في العمق من 7 اهداف، اذا النهارده نركز على العمق، لازم النهارده سواء اليو ديانج بدا في حته العمق او عمرو السوليه يخلي بالهم مع الاثنين المساكين اللي هيبداوا. طبعا 4 تمريرات طوليه في العمق، ضربه ركنيه، ضربه ثابته، ضربه جزاء. عبد الله السعيد مساهم كام في كام هدف في السبعه دول في الفتره اللي هو تولى فيها المدرب؟ في 5 اهداف. احرز 3 وصنع هدفين. وبالتالي طبعا غيابه اكيد هياثر مع فريق بيراميدز. يعني نبص على الحالات الفنيه، هنلاقي اول حاله فنيه معانا اللي هو هدف لنادي بيراميدز في شباك الاسماعيلي من تمرير طولي في العمق، ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ايه؟ سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، وعندهم انتشار بكثافه عدديه كويسه جدا. يعني حوالي اكتر من 4 تلاقيهم في منطقه الجزاء. بص حضرتك عبد الله السعيد لعبها ما بين السردباكين لدودو الجباس جابها جون. وبالتالي ده هدف من تمرير طولي في العمق مع المدرب الكرواتي. مصر المقصه بقى، هدف مصر المقصه برضو سرعه التحول، اهو سرعه التحول من الدفاع للهجوم من تمرير طولي، اتلعبت لمين؟ لمحمد حمدي. ده هجمه مرتده، محمد حمدي الباك ليفت، اتلعبت له تمرير طولي في ظهر المدافعين حطها. يعني اذا مهم جدا ان انت تخلي بالك ان بيراميدز النهارده هيلعب على المساحات اللي في ظهرك، خاصه ان النادي الاهلي هل النهارده ريني فايلر هيلعب بالدفاع المتقدم ولا هيلعب بدفاع متاخر؟ ده هنشوفه، ده اللي هنشوفه في المباراه. هدف طيب. برضو لنادي بيراميدز من تمرير طولي في العمق قدام المقصه، برضو شوف حضرتك الهجمه، سرعه الهجمه المرتده. الاول كانت بدات مع عمر جابر، عمر جابر لعبها لمحمد فاروق، محمد فاروق لعبها لعبد الله السعيد اللي كان واقف على اخر الايه؟ الطرف الايسر، حطها جون. فهنا اهم نقطه التمريرات الطوليه وسرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه.
برضو نفس الحاله برضو معانا هدف لنادي بيراميدز في شباك نادي مصر من اخر هدف جابوه في الدوري اللي هو بتاع اسلام عيسى. اسلام عيسى دخل للعمق ودونجا اللي هو لعيب مميز قوي للارتكاز لعبها تمرير طولي لمين؟ لاسلام عيسى بنفس اتلعبت برضو تمرير طولي في العمق وحطها جون. اذا ابرز نقطه قوه عندهم هي التمريرات الطوليه في العمق والتحول من الحاله الدفاعيه الى الحاله الهجوميه. طيب امتى بقى سجلوا 7 اهداف مع انتي تشاتش؟ هنبص على توقيت احرازهم للاهداف هنلاقي ان هم في الشوط الاول مسجلين 4 اهداف من 7 وفي الشوط الثاني مسجلين 3 اهداف. اذا في اخر الاشواط في اخر الشوط الاول مسجلين 2 واخر الشوط الثاني مسجل 2. اذا في اخر الاشواط دايما بيراميدز بيسجل اكتر. الفتره المحببه لبيراميدز في التسجيل نهايه الاشواط. طيب 4 اهداف استقبلت شباك نادي بيراميدز 4 اهداف مع المدير الفني ليهم. كيف استقبلت او كيف تم استقبال هذه الاهداف؟ هم عندهم مشاكل دفاعيه بصراحه كتير. احنا حتى عرضنا الارقام وكلين شيت واحد بس في ال5 مباريات. عندهم مشكله بيراميدز من السنه اللي فاتت في الضربات الثابته والضربات الركنيه. يعني من الفرق اللي سهل تجيب فيها جون من الضربات الركنيه او الضربات الثابته. ايوه. الحاجه الثانيه المساحه اللي هي بتبقى دايما ورا محمد حمدي. النهارده مثلا لو بدا حسين الشحات ناحيه اليمين يقدر يستغل المساحه اللي ورا محمد حمدي. مهمة جدا نقطة ضعفهم. الحاجة التانية الاثنين المساكين عندهم مشاكل في الكرات العرضية واضحة. أيا كان بقى بدأ مروان أو بدأ أليو باتشي أي واحد فيهم يقدر يستغل الكرات العرضية لأن الاثنين المساكين عندهم مشاكل في الرقابة في التمركز في الكرات العرضية. إذا الأربع أهداف رقم 1 تمرير طولي في المساحة ما بين الظهير والمساك. اتكلمنا وقلنا إن المساحة اللي ورا محمد حمدي النهاردة هتبقى نقطة ضعف واضحة. الحاجة التانية الضربات الركنية قلنا إن عندهم مشاكل من السنة اللي فاتت في الضربات الثابتة والضربات الركنية. بعد كده الضربات الجزاء والكرات العرضية قلنا إن عندهم مشاكل سواء علي جبر أو أحمد أيمن منصور في التمركز في الكرات العرضية. طيب خلينا بقى نروح للمقارنات ما بين اللاعبين. نبدأ بجونيور أجايي وجون أنتوي. طبعا أول حاجة الاثنين المهاجمين يعني. بس في حاجة بس قبل المقارنات اللي هي توقيت الاستقبال. آخر حاجة بس اللي هي توقيت الاستقبال بيراميدز 4 أهداف. دي هنلاحظ حاجة مهمة قوي ان بيراميدز بيستقبل يا اما في بداية الاشواط يا اما في نهاية الاشواط. ده دليل على ايه؟ عدم التركيز. عدم التركيز. ان اللعيبة بتبقى لسه يعني ايه في الاوقات الحاسمة بتاعت الاشواط ما بتبقاش مركزة. فانت يا تخطفهم بدري في بداية الشوط يا في نهاية الشوط. مقارنات ما بين جونيور أجايي وجون أنتوي. جون أنتوي طبعا من غانا 27 سنة، اما جونيور أجايي من نيجيريا 23 سنة. عدد المشاركات لجون أنتوي 14 830 دقيقة، أحرز هدف واحد بس الموسم ده وصنع 2. أما جونيور أجايي لعب 11 مشاركة ب 863 دقيقة، أحرز 3 أهداف وصنع هدف، يعني مساهم في 4 أهداف، وطبعًا لعب أقل 3 مباريات من يعني يعتبر لا بالدقائق لعب أكتر من جون أنتوي. طيب. وبالتالي مسجل أهداف أكتر من جون أنتوي. معلول ومحمد حمدي. الباك ليفت هنا والباك ليفت هنا. علي معلول طبعا 30 سنة لعب الموسم ده 9 مشاركات ب 810 دقيقة. علي معلول مساهم مع النادي الأهلي الموسم ده حتى الآن في الدوري في 7 أهداف، عنده 5 أسيست بيتصدر قائمة الأسيست مع محمد مجدي قفشة وأحرز 2. أما محمد حمدي لاعب الموسم ده شاركة عنده 4 سنة
الله. شكرا جزيلا، هطلع اشوف تقرير عن طاقم التحكيم واستقبل كابتن ناصر عباس. استعانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة بصافرة دولية لإدارة المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي ومضيفي بيراميدز ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الممتاز، حيث تم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم بقيادة إبراهيم نور الدين حكم للساحة، يعاونه أحمد حسام مساعد أول، محمود أبو الرجال مساعد ثان، الحكم الرابع عمرو الشناوي. بعد 180 دقيقة كاملة بين الفريقين في مسابقة الدوري، تعود صافرة المصرية مرة أخرى لإدارة مواجهة الأهلي وبيراميدز، حيث تم إسناد مواجهتي الموسم الماضي لصافرة أجنبية. إبراهيم علي السيد نور الدين من مواليد 24 من مارس عام 1979، كانت أول مباراة له في الدوري الممتاز في 7 يوليو 2011، وكانت بين اتحاد الشرطة وطلاع الجيش. اشتهر الحكم باتخاذ قرارات مثيرة للجدل في عدد من مباريات الدوري الممتاز وبطولة الأمم الإفريقية تحت 20 عام وبطولة الأندية العربية. حصل على الشارة الدولية عام 2014، أدار إبراهيم نور الدين 113 مباراة في مسابقة الدوري، أشار خلال البطاقة الصفراء 360 مرة، الحمراء 25 مرة، احتسب 61 ضربة جزاء. في الموسم الحالي 2019-2020 أدار نور الدين 7 مباريات في مسابقة الدوري، أشار خلالها 17 مرة البطاقة الصفراء ومرة واحدة البطاقة الحمراء، احتسب ضربتي جزاء. تحمل مواجهة بيراميدز الرقم 26 في تاريخ المباريات التي أدارها نور الدين للأهلي. حقق الأحمر تحت قيادته الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 مباريات، خسر مباراة واحدة. أشهر نور الدين البطاقة الصفراء 34 مرة، البطاقة الحمراء 3 مرات في وجه لاعب الأهلي، احتسب 9 ضربات جزاء. هذا الموسم أدار الحكم الدولي مباراة الأهلي وحرس الحدود في الجولة الثانية بفوز المارد الأحمر بهدف من دون رد. بالنسبة لبيراميدز فقد أدار إبراهيم نور الدين مباراتين فقط، تعادل في واحدة وخسر في الثانية. أشار البطاقة الصفراء 4 مرات، احتسب ضربة جزاء واحدة خلالهما. هذا الموسم ظهر نور الدين في مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري التي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري، انتهت بتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ناصر عباس. هنتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. كابتن ناصر ازاي حضرتك؟ تحياتي لك كابتن اسلام، وازيك وتحياتي لكل الساده المشاهدين كره النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن. مره اخرى تشكيل الرسمي والاحتياطي للنادي الاهلي: الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، ايمن اشرف ومحمود متولي، عمرو السوليه واليو ديانج، مجدي أفشا والشحات وجونيور أجاييه ومروان محسن رأس حربة وحيد. احتياطي النادي الأهلي لهذه المباراة: شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، وليد سليمان، أليو بادجي، محمود كهربا، جيرالدو ومحمد هاني. أما من خرج من قائمة هذه المباراة: أحمد الشيخ، حسام عاشور، علي لطفي، محمود وحيد. كابتن ناصر، طاقم تحكيم كابتن إبراهيم نور الدين، حكم اثنين حكام مساعدين كابتن احمد حسام وكابتن محمود ابو الرجال، حكم رابع كابتن عمرو الشناوي، رايك في هذا الطاقم؟ طاقم تحكيم بالكامل باستثناء عمرو الشناوي الحكم الرابع، هو حكم درجه اولى، ولكن خلينا نتكلم ابراهيم نور الدين حكم دولي، واحمد حسام المساعد رقم واحد حكم دولي، واحمد ابو الرجال محمود ابو الرجال حكم دولي. قبل كابتن اسلام ما اتكلم على الحكم والاثنين المساعدين، ايوه خلينا نقول تاني دايما وانا بقول الكلام ده مهم جدا، المباراه صعبة فنيا للاعبين والاجهزه الفنيه داخل الملعب، وهل هي صعبه للتحكيم ولا لا؟ مفيش شك الناحيه الفنيه بتسيب ضيوفك الكرام اللي هم بيتكلموا فيها للاعبين والخطط والكلام الجميل ده. انا شايف بعكس كتير من الناس مباراه سهله تحكيميا، بقول تاني اهو هذه مباراه للتحكيم
سهله جدا جدا تحكيمين. وهقول لك يا كابتن اسلام، لان النادي الاهلي النهارده زي ما قلنا، لما انت بتلعب لنادي كبير بيلعب كره جميله جدا، بيلعب ما فيش التحامات، ما فيش عنف، ما فيش قوه، الكره هي اللي بتتحرك، وبالتالي اصعب شيء على الحكم كابتن اسلام في الملعب ان هو يلاقي التحامات، يلاقي ضغط، يلاقي منطقه الجزاء فيها عنف، يلاقي فيها قوه، وبالتالي بتبقى صعبه عليه المباراه. المباراه النهارده هتاخد طابع ان الكره هي اللي بتتحرك، اللعيبه هي اللي بتشتغل، هتلاقي في الكونتر اتاك كتير، هتوسع مساحه في الملعب. اعتقد يا كابتن ممكن من الممكن ان نرى التحامات كثيره، هتلاقي داخل صندوق، انما في صندوق هتلاقي في الملعب كله، هتلاقي الملعب كله مفتوح، في كره بتتنقل، دي بتريح الحكم كابتن اسلام. لما تلاقي كره بتتنقل على طول، دي بتريح وبتخف الضغط على الحكم، بعكس ماتش النادي الاهلي والهلال اللي كان كل كره فيها ضرب 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 ضرب. دي مباراه سهله تحكيميه، بس في مشكله مهمه جدا. اتفضل يا كابتن. هنا النهارده بقول ابراهيم نور الدين، لا تأمن هذه المباراة، لأن الفرقتين عندهم الإمكانية اللي هي ممكن باص أو اتنين كابتن إسلام الكرة تبقى في الصندوق. صح. لو أنت النهاردة في التلت الدفاعي بتحضر كحكم موجود، وحصل إن الكرة اتعملت باص اتنين في التلت الهجومي، لو أنت ما عندكش القدرة والسرعة والتوقع اللي هو بنقول عليه توقع قبل الكرة ما تتلعب وتروح، هتبقى عندك مشكله في المكان، هتبقى عندك مشكله في زاويه رؤيه، هتبقى عندك مشكله في التحرك او انك انت تشوف الحالات. عشان كده بيقول لابراهيم ايه، خلي بالك وانت في التلت الدفاعي وانت بتتابع اللعب ان متوقع او ان الكره تروح في الملعب الثاني. هنا بنقول ايه، لو حصل الكلام ده كابتن اسلام، عندنا اثنين مساعدين جامدين جدا، احمد حسام طه هذه المباراه الثالثه النادي الاهلي ولا اروع، هذا الموسم ماشي بشكل ثابت، المستوى ثابت كل مدى وبيعلى في المستوى، نتمنى ان هو يؤدي هذه المباراة بهذا الشكل. نروح محمود ابو رجال من الحكام، بقول العالميين، عنده لعب ثلاث بطولات يا كابتن اسلام، لعب بطولة كأس عالم للشباب، بطولة كأس عالم الأندية، لعب بطولة أم أفريقية. أحمد محمود ابو رجال لعب ثلاث بطولات في 2018، النهارده عنده المباراة اللي هي تعتبر الثانية، المباراة الأولى كانت ما بين الأهلي والمقص. لو نفتكر كده ونرجع شوية، القرار اللي الحكم المساعد خده بإلغاء ركلة الجزاء اللي هي كانت بداع الايد، كان هو محمود ابو رجال دخل بالقرار على الرغم ان هو كان بعيد. نيجي لابراهيم الدين النهارده، بقول لابراهيم النهارده انت مستواك بيبتدي هذا الموسم مستوى كويس جدا جدا، ما عندكش اخطاء، ابتديت تستعيد الثقه اللي هي من فتره كانت مش موجوده. النهارده فرصه انك انت تقدم نفسك من خلال هذه المباراه الكبيره. هذه المباراه بالنسبه ليك ابراهيم لازم انت تقدم اوراق اعتماد جديده، لانك انت ماشي كويس، لاعب تقريبا ست ماتشات في الدوري الممتاز، هذه المباراه لابد انك انت تقدم نفسك لا مجال الاخطاء يا كابتن اسلام في منطقه الصندوق. مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه ان هو التحركات مهمه جدا جدا، استخدام السرعه المتفجره يا كابتن اسلام اللي هي ايه؟ اللي هي السرعه من المكان، من المكان، من المكان، سرعه تك تروح، مش ان انا ابتدي اتحرك يعني. اللي هي المتفجره، مش السرعه القصوى، المتفجره ديت انك انت اللي هي بتنطلق من مكانك سبرنت، بتبقى انت موجود عند الحدث. لو انت ما عندكش سرعه النهارده ماتش فيه كوره كتير، في لعب، في هجمات، لابد انك انت تواكب، لان لا مجال للخطا داخل الصندوق. لا مجال للخطا داخل الصندوق. في حاجه مهمه ثانيه يا كابتن، هذا الطاقم الدولي ده عنده قدره على التعاون بشكل كبير جدا جدا جدا، اعتقد لو في حتى هو مش متواجد في المكان، احمد حسام طه عنده القدره ان هو يتعاون بالقرار، عنده الجرأه والشجاعه، نفس الشيء عند ابو الرجال زي ما قلت، تدخل بالقرار في ماتش المقصه والاهلي وساعد يعني امين عمر. المفترض ان احنا نشوف النهارده تعاون جيد ما بين الطاقم التحكيم. ليه بقى؟ لان هذا طاقم تحكيم دولي يكلف بمباراه في الاتحاد الافريقي، في الاتحاد الدولي، وبالتالي عنده القدره ان هو يؤدي، ولكن حذاري من الاخطاء داخل مناطق الجزاء. تقدير الجيد مهم جدا جدا، لان هذه المباراه تعتبر تقديم اوراق اعتماد الحكام المصريين، مباراه كبيره، نتمنى للجميع ان شاء الله باذن الله ان هو يوفق كابتن اسلام. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله نتقابل بعد نهايه هذه المباراه كابتن ناصر. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن احمد بلال، والنجم الكبير كابتن اسامه حسني، والنجم الكبير لاول مره هيكون معانا في الاستوديو التحليلي النهارده، او معايا انا تحديدا في الاستوديو التحليلي، الاستاذ كريم سعيد. هنتكلم في كره القدم وفي كل شيء وفي كل ما يخص هذه المباراه الهامه جدا، ونعرف طبعا رايهم عن هذه المباراه بعد الفاصل. نجومنا الكبار. We'll be right back.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار. قاعدين في كرسي لوحده النهارده لوحده. النجم الكبير كابتن احمد بلال. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ بارك الله فيك. كرسي لوحدك اهو. بعيد عنك اهو. شكلك بعيد عنك وشغلك. ايضا النجم الكبير كابتن اسامه حسني. ازيك يا كابتن اسلام؟ بارك الله فيك. مشرف ومنور. ربنا يخليك. النجم الكبير كابتن كريم سعيد. ازيك كريم؟ شكرا كابتن اسلام. وشكرا على السلامه. الله يسلمك يا كابتن. وسعيد جدا اكون متواجد مع كابتن اسامه وكابتن بلال. وسعيد جدا ان انا اكون في قناه الاهلي. ربنا يخليك. طيب خليني ابدا ببلال. بلال النهارده تشكيلين، سواء تشكيل النادي الاهلي او تشكيل نادي بيراميدز. الاول ايه رايك في تشكيل النادي الاهلي؟ بص يا اسلام، يمكن عايز بس اقول على حاجه في البدايه. الظروف اللي بيمر بيها دلوقتي النادي الاهلي، او اللي بيمر بيها افريقيا، واللي بيمروا بيها اللعيبه والكلام ده كله، والضغوطات اللي المفروض هتحصل والقرعه والكلام الكبير ده، يخلي الراجل يفكر اكتر من التفكير. يخليه يفكر ان هو يبتدي يحط اولويات عنده. النهارده انت في الدوري العام مش بشكل كويس. النهارده يعني لعبت اعتقد 12 مباراه، كسبت ال 12 مباراه في الدوري العام، فانت ماشي بشكل كويس في الدوري العام. ده 13 ان شاء الله الاهلي يكسبها باذن الله تعالى. طبعا ده الاسبوع 16، ولكن انت لعبت منهم 13 مباراه. كسبت ال 12 مباراه النهارده، 13 ان شاء الله تكسبها. عايز اقول ان في بعض الاوقات المدربين بقى عندهم افكار بقى واولويات مختلفه شويه. اولويات النهارده للنادي الاهلي الفتره اللي جايه دي هي افريقيا كلها. كلنا بنتفق ان اولويات افريقيا. انت بتقفل ملف افريقيا في بعض الاوقات وبتقول خلاص انا هشتغل دوري عام، ولكن انت عايز تحافظ على بعض اللعيبه، عايز تعمل تكتر في حته الروتيشن. النهارده ممكن يكون الراجل عنده افكار مختلفه شويه، يعني ممكن يحط لعيبه، ممكن يغير التكتيك شويه بتاعه، ممكن يشتغل بلعيبه مختلفه. ولكن عايز اقول ان النادي الاهلي ومستر فايلر الواجهه اللي جايه او الفتره اللي جايه المفترض ان اسامه يبتدي يعمل حته الروتيشن كويس، يغير كتير في اللعيبه، يحافظ على اللعيبه بشكل كبير، يخلي مثلا اكبر كم من اللعيبه اللي ما بتلعبش، اللي بتلعب في افريقيا يعني ما تلعبش في الدوري العام، والعكس، واللعيبه اللي بتلعب ما تلعبش في افريقيا. فدي الحاجه اللي ممكن يعملها. فعايز اقول التشكيل جاي بتاع النادي الاهلي تشكيل كويس. الاهلي برضو الراجل عايز يحطم الارقام القياسيه بشكل كبير، وممكن النهارده يمكن المباراه ممكن تكون صعبه شويه. بيراميدز ممكن يكون النهارده متحفز شويه الاهلي، ولكن الاهلي اعتقد بالتشكيل ده ممكن برضو النهارده يكسب ان شاء الله. كابتن اسامه، ولكن بلال عندنا 3 4 5 مباريات ورا بعض كلهم اصعب من بعض وكلهم مهمين. يعني عندك النهارده بيراميدز طلائع الجيش المصري، ثم نادي الزمالك في السوبر في الامارات، ثم نادي الزمالك على ما قيل النهارده في الدوري العام المصري يوم 24، وتاكيد اتحاد كره القدم على ان المباراه ستقام يوم 24، ثم مباراه بيراميدز. هل من الممكن ان يحدث هذا الروتيشن زي ما بلال بيقول خلال الفتره القادمه في ظل هذه المباريات الصعبه، وفيها على الاقل فيها بطوله؟ ده خلي بالك فايلر، يعني الروتيشن اللي يعمله هو مش بمزاجه، ده هو مجبر او مضطر لانه يعمل عمليه الروتيشن، خاصه انك انت بتلعب في كذا بطوله، بتلعب في الدوري، بعد كده تنتقل لبطوله سوبر، بعد كده عندك بطوله افريقيا، كلها مباريات مهمه. لكن عمليه الروتيشن دي هتبقى يعني شيء حتمي. النهارده هو عمل عمليه الروتيشن لكن في الخط الخلفي، الخط الخلفي النهارده رايح ياسر ابراهيم، رامي ربيعه للايقاف، فاضطر يحط محمود متولي، وايمن اشرف رجعه من الباك ليفت وحطه مره ثانيه في المساك وهو لعبها قبل كده. محمد هاني كان لعب الماتشين اللي فاتوا، مباراه النجم الساحلي ومباراه الهلال. النهارده احمد فتحي موجود، يعني ان شاء الله يعني يأدي اداء قوي. يعني عادتنا دايما باحمد فتحي ومحمد هاني، هو بيعمل الروتيشن دايما في الحته دي. عنده استقرار هو في عمليه خط الوسط وفي العمليه الاماميه، ديانج مع السوليه مع جونيور مع قفشه مع حسين الشحات مع روميسون، هو ده الشكل الثابت. لما تعمل عمليه الروتيشن ما تقدرش تلعب في الفرقه بنسبه كبيره او 90%، هتلاقي الشكل او الاداء مهم جدا اختل. ان نتفهمه، يعني الناس اللي مش تفهم هذا الكلام، لان الناس فاكره ان الروتيشن ده معناه ان انت تشيل 11 وتحط 11. لا لا لا، انت على الاقل بتغير في كل خط مثلا واحد، او هو النهارده التغيير عنده في الخط الخلفي. المباراه القادمه ممكن يلاقي بيريح ناس ثانيه عشان تقدر تحافظ على المكسب بتاعك. وانا قلت لك في حلقات قبل كده، الفارق بتاع النادي الاهلي في بطوله الدوري ان شاء الله هيريحنا قدام في مباريات مهمه ومباريات حاسمه، انت هتحتاج تريح اكبر عدد من اللعيبه. أيوة. طول ما انت عندك الفارق ده في الدوري تقدر تريح وتقدر تدفع بوجوه جديده وتدي فرصه، وفي نفس الوقت انت بتعمل خلق من التنافس مع الفرقه. لكن النهارده طبعا هتكون مباراه قويه قدام بيراميدز، برغم انك يعني عامل برضو روتيشن في المركز الخلفي، لكن بيراميدز فرقه قويه سواء لو عندها غيابات، لكن دايما الاهلي وبيراميدز بتكون مباراه قويه.
كريم النهارده ايضا تشكيل نادي بيراميدز المهدي سليمان، رجب بكر ناحيه اليمين، محمد حمدي ناحيه الشمال، احمد ايمن منصور وعلي جبر واحمد توفيق ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ناحيه اليمين وطارق طه ناحيه الشمال، ثم اسلام عيسى ومن امامه جون انتوي. وبالتالي من الواضح ان هناك حاله من التمركز الدفاعي امام اجنحه النادي الاهلي. طبعا اللي تابع مباراه نادي بيراميدز مع انتي تشاتشيتش هيشوف ان هو كان بيلعب بطريقه اقرب الى 4-3-3 مختلفه تماما عن اللي كان بيعملها دوسابرو. حتى اللي شاف ماتش نادي بيراميدز يعني في وجهه نظري اقوى مباراه لعبوها ضد نادي الزمالك، نادي الزمالك 2-0، دوسابرو كان بيلعب حد ما بشكل دفاعي ولكن محافظ على 4-3-1 ويحاول يهاجم، بس الفريق ما قدمش مباراه جيده. لكن مع تشاتشيتش الدنيا اختلفت شويه وبدا الراجل فعلا يلعب بال 4-3-3 الصريحه. حتى عبد الله توظيفه مع تشاتشيتش كان لحد ما متطرف بس بينزل لقلب الملعب عشان يعمل دور البلاي ميكر. هو طبعا النهارده عنده مشكله، اول مشكله عنده ان عبد الله السعير غايب عشان الايقاف. الحاجه المشكله الثانيه طبعا مهم عنده انه شايف ان فايلر واحد من المديرين الفنيين في المباريات الكبيره بيفتح لك الملعب، بيعمل استرتش للملعب. فايلر مثلا لو قلنا اهم ماتشين لعبه مع النادي الاهلي لغايه دلوقتي ماتش السوبر مع نادي الزمالك وماتش الهلال، دول الماتشين كان فيهم زخم، كان فيهم حاله من التركيز من اللعيبه والراجل ومن فعل الماتشين كانوا صعبين جدا. لما نيجي نبص على الماتشين دول هنلاقي ان دول اكتر ماتشين فايلر اعتمد فيهم بيفتح الملعب جدا. احنا في السودان طبعا ملعب الجوهره بصراحه ساعدنا ان احنا لعبنا عليه افضل من الهلال، خبره لعيبه النادي الاهلي لعبت على الملعب ده بشكل افضل. اجاي كان فاتح الملعب جدا، حسين الشحات نفسه الشوط الاول فاتح الملعب، فالاثنين كانوا بيستلموا الكوره من على الخط. فطبعا تشاتشيت شايف ان هو اهم خطوره النادي الاهلي الطرفين، وعشان كده لعب باربع انا احساسي محمد حمدي وطارق طه على الشمال، يعني باكين باكين وباكين رايت، حتى عمر جاب اللي احنا اتعودنا عليه ان هو هاف ديفندر مع الفريق او لعيب خط وسط في مباريات كلها حتى في افريقيا او في الدوري. النهارده انا متاكد ان هو هيميل على الناحيه، يبقى هنا بيلعب 4-4-2. انا اعتقد في الحاله الدفاعيه 4-4-1 في الحاله 1-1 4-4-1-1 في الحاله الدفاعيه، وهيوقفهم. واهم حاجه انه يقفل الاطراف عن بس هيتبقى سؤال واحد، اتفضل، تشاتشيت هيلعب بدفاع متقدم ولا هيحط دفاعه قدام خط ال 18 يشتغل على المرتده؟ هو ده السؤال المهم بقى. ده انا في وجهه نظري هو هيعمل ايه في وجهه نظري؟ انا في وجهه نظري هو لاعب الطبيعي بتاعه هو دايما من كل حتى مباراه اف سي مات بيلعب دفاع متقدم. ليه؟ عشان يسترجع الكوره بسرعه. لكن النادي الاهلي مهاراته في الباسنج والتمرير عاليه جدا، فلو انت فكرت انك تلعب بدفاع متقدم هتسيب مساحه ان هو يضربك من على الاطراف. هي مساله بقى ايه اختيار عند المدير الفني الحاله البدنيه لعيبتك، بس انا على المستوى الشخصي اتمنى انه يلعب بدفاع متقدم. طيب بلال، طبعا ده كان منذ قليل وصول لعيبه النادي الاهلي الى ملعب المباراه، ملعب استاد الدفاع الجوله هيستضيف هذه المباراه. بلال، طيب كيف يمكن بقى ان انت تضرب هذا الدفاع؟ هو بيلعب رجب بكر وعمر جابر زي ما كريم بيقولوا اسامه انهم هيلعبوا ناحيه اليمين، باكين بيلعبوا ناحيه اليمين، واحد بقى بيدافع واحد بيهاجم، ما اعرفش هيعملها ازاي. محمد حمدي وطارق طه نفس الكلام. بص، شوف النادي الاهلي اعتقد المباراه دي هيخش بنفس طريقه اللعب بنفس الاداء، الدفاع برضو المتقدم النادي الاهلي، الضغط على بيراميدز من قدام. هو الاهلي دايما بيعتمد في او فايلر بشكل عام في الدوري العام بيفتح الجيم بيشتغل ضاغط، مش هيغير من الاستراتيجيه بتاعته خالص على الاطلاق. النهارده ممكن بس يكون في مهام مختلفه شويه للاعيبه للرباع الامامي، ان هو انك مش هتلعب من الثبات او مش هتلعب في مكانك. النهارده لازم يكون في تغيير دائم. انت بتلعب فرقه يعني واضح جدا من التشكيل اللي موجود ان هو قافل لك اطراف الملعب، يعني عايز خلاص هو عايز بيقول ان النادي الاهلي بيعتمد على اطراف الملعب بشكل كويس قوي. فبالتالي انت النهارده بتلعب بباكين وباكين قدامهم عشان تقفل طرف الملعب، وبتلعب باثنين ميد فيلدرز ما عندهمش النهارده بلاي ميكر. يمكن النهارده او انا يعني اضم صوتكم ان هو هيلعب على الهجمات المرتده السريعه، يعتمد على اسلام عيسى النهارده يبقى هو ده اللعيب المتحرك او اللعيب اللي بيلعب من تحت الفرود عشان خاطر ما يديش فرصه للنادي، بيقفل بالاربعه عشان ما يديش فرصه للنادي الاهلي انه يشتغل بشكل كويس من اطراف الملعب، ما يديش فرصه لاجاييه، ما يديش فرصه للشحات، لان عارف ان هم عندهم سرعات وعندهم مهارات عاليه جدا. النهارده ممكن يكون محور الاداء من وجهه نظري الشخصيه والنهارده مجدي قفشه مع عمرو السوليه، هم دول ممكن اللي يصنعوا الفارق للنادي الاهلي، لان انت النهارده طالما قفلت على الاطراف او طالما الفرق اللي قدامك بتقفل الاطراف بشكل كويس، يبقى انت لازم تستغل الحته اللي في العمق، الحته اللي في القلب دي يستغلها مجدي قفشه بشكل كويس قوي، يستغلها عمرو السوليه بشكل كويس جدا بالتعاون مع الكره الثانيه اللي هي تتلعب على مروان محسن،
يبتدي يحضر للعيبه اللي جايه من تحت الاثنين الموجودين سواء اذا كان قفشه او سوليه. هو ده هذه المنطقه اللي يقدر الاهلي يشتغل فيها بشكل كويس مع الكرات السريعه، مع الدبل باس، مع الاختراق، ممكن المراوغات من مجدي قفشه، التصويب، دي الحاجات اللي ممكن النهارده يستغلها النادي الاهلي. انما عشان تشتغل من الاطراف زي ما انت بتشتغل اعتقد هتبقى الامور صعبه جدا. يعني انا بشوف ان برده النهارده كمان ممكن اجي يضم بعض الاوقات جوه، مروان ممكن هو اللي يفتح. النهارده لازم تعمل تغييرات كتيره جدا في المراكز، مش في المراكز. اللعيبه ما تبقاش بتلعب من حاله الثبات، لازم تلعب من حاله الحركه عشان تقدر يعني تفك التكتل اللي هيتعمل على طرف ملعب النهارده. طيب لو انا عايز ادافع او هاجم من وسط الملعب زي ما بلال بيقول او من العمق، هعمل ايه يا اسامه؟ يبقى عن طريق مجدي قفش. انت النهارده عندك الرباعي الامامي. لا ما هو انا عندي برضو، لا ما هو انا قصدي ما انا عارف انه لسه بلال قايل، لكن انا بتكلم عن عندك علي معلول وجونيور اجاي اللي بيلعبوا على الطرف، هيلعبوا على الطرف، هستفيد منهم ازاي؟ احمد فتحي وحسين الشحات، ممكن مثلا احمد هتلاقيه واقف احمد فتحي، لكن حسين الشحات هيعمل ايه؟ هيتحرك ازاي جوه الملعب؟ ما انا بقول لك عندك الرباعي الامامي خاصه الاطراف، اجاي ناحيه الشمال وحسين الشحات ناحيه اليمين. النهارده وانت بتشتغل في الناحيه الهجوميه ما ينفعش حسين الشحات او جونو راجي يفضل فاتح الملعب طول 90 دقيقه. في وقت من الوقت لازم اشتغل في العمق. النهارده لما بشتغل في العمق بجبر علي معلول، وهو علي معلول يعني ما شاء الله مميز في الحته دي بتاعته. اول ما بيدخل جوه جونو راجي بتلاقي علي معلول سبرنت على طول من وراه فتح وبدا يروح يعمل في مناطق مهمه جدا، مناطق مؤثره، يعمل لعمليه العرضيات. نفس الكلام حسين الشحات برده لما بيشتغل. النهارده لما انت بتشتغل وبتدي للاطراف وعلي معلول وصل، المهم بقى التكمله الهجوميه في داخل ال 18، لازم يبقى عندك خاصه في النواحي الدفاعيه. احنا شايفين بيراميدز يعني مكتل عنده كتل دفاعيه كبيره، فانت النهارده في العمليه اللمسه الاخيره في انهاء الهجمه لازم يبقى عندك الزياده العدديه. يعني لازم نشوف مجدي قفشه دخل ال 18، لازم نشوف لو جون راجين الناحيه الثانيه حسين الشحات بيكمل فيرو ثاني، ممكن نشوف عمرو السوليه بيدخل يبقى كانه مهاجم وهمي وداخل من تحت، ويبقى عندك واحد ثابت زي اليو ديانج. فعمليه التكمله الهجوميه في انهاء الهجمه مهمه جدا، خاصه النواحي الدفاعيه عند بيراميدز بيقول لك هيكون النهارده في تكتل. طيب النهارده ممكن فايلر يعني عمليه الضغط ممكن ما يعملهاش طول 90 دقيقه من قدام، يعمل ضغط عالي في وقت من الاوقات، وشفناه في مباراه الهلال السوداني، وشفناه في مباراه المقاولين، بيرجع مروان محسن قدام الدايره وبيقف وبيبدا يشتغل على الكره الثانيه، يعمل مساحات في ظهر كان قبل كده المقاولين او الهلال، وشفنا كان في انطلاقات. النهارده ممكن النادي الاهلي برضو في وقت من الاوقات في اثناء المباراه يقسم النهارده فايلر، يخلق مساحات في ظهر مدافعي بيراميدز، وممكن يشتغل على الانطلاقات اللي تيجي من تحت من حسين الشحات، من علي معلول، من اجاييه، من مروان محسن، من قفشه، التكمله الهجوميه اللي تيجي من تحت. اليو ديانج وعمرو السوليه هذا الثنائي بقى له اربع خمس ماتشات افضل ثنائي حتى الان في النادي الاهلي، من وجهه نظرك دورهم النهارده الدفاعي والهجومي بناء على كلام كابتن اسامه وكابتن بلال؟ طبعا ثنائيه ديانج والسوليه في وجهه نظري يعني قدرت ان هي تخلي الجمهور النادي الاهلي مطمن بعد اصابه حمدي فتحي. طبعا حمدي فتحي كان واخد زخم كبير من السنه اللي فاتت، وطبعا مع اصابته الناس بدات تقلق تخاف، لكن بصراحه ديانج من ساعه مباراه اطلع بره وال10 دقائق اللي خدوا كابتن اسلام تشوف من اللمسه الاولى الولد ده مختلف. ليه؟ احنا دايما بنتكلم لعيب خط الوسط اهم حاجه عنده الورك ريت، بمعنى انت بتعمل ايه من غير كوره، هو ده اهم حاجه بحاسبك عليها. لعيب خط الوسط بيديك الاطمئنان وهو دايما بيجري. اليو ديانج اهم حاجه فيه ان هو بيدي المساحه لعمرو السوليه انه يزيد زي ما كابتن اسامه قال، في حته ان هو ممكن طبعا بيستغل طوله، اذا اجبرت انك تلعب كرات عرضيه عند حسين شحات عندنا مش ذو قامه، لكن اجاييه طويل، وعندك طبعا مروان محسن طويل، فبتدخل معاه السوليه ان هو طويل بتستغله في الحته دي، او حتى السوليه بيوصل لغايه حدود المنطقه عشان يسدد زي ما شفنا في مباراه حرس الحدود لما عملها، طبعا الزون ديفنس بتاع الكابتن طارق العشري اللي عامله ساعتها كان ما ينفعش الحلول معاه غير التسديدات. فعشان تعمل الحركه دي وتامن الهجمه المرتده قدامك لازم يكون عندك لعيب زي اليو ديانج، بمعنى اليو ديانج واقف نص الملعب قادر انه يفتح سبرنت. وهدي مثلا بسيط في مباراه النجم الساحلي لما حصل الهجمه المرتده علينا، واليو ديانج حول اللاعب النجم الساحلي بان هو ينطلق بشكل مباشر وخلاه قاعد يطرفه. ليه؟ لانه قوي، بدا يخلي انا مش اوكي انت سابق عني بمسافه، بس انا هبدا اجبرك ان انت تبعد عن الجون بالظبط، وهنا مش هتشوط، وانا حتى لو اجبرت ان اعمل عليك فاول مش هاخد طرد، وبالتالي شفنا ان هو عنده الحته دي مميزه جدا، وكان بصراحه بشوف ان هو بيعملها تيبيكال زي كابتن محمد شوقي طبعا في جيلكم العظيم. طبعا ايمن اشرف ومحمود متولي النهارده ثنائي مختلف عن ياسر ابراهيم ورامي ربيعه بلال.
احنا عانينا الحقيقه في في المركز ده اسلام، يعني تغييرات كثيره جدا، اصابات كثيره، ايقافات كثيره، ولكن الاثنين الحقيقه مميزين. ده مكان ايمن اشرف لعب فيه اوقات كثيره، يمكن المباراه اللي فاتت كان بيلعب باك ليفت وادى فيها بشكل رائع. يمكن ايمن من المرات اللي شفناها يعني في الباك ليفت بيأدي بشكل متميز جدا المباراه اللي فاتت، لانه ايمن بيتميز بالحته الدفاعيه بشكل جيد. النهارده يمكن عايز اقول لك ان التوليفه الكتيره او اللعيبه الكتيره كلهم لعبوا مع بعضهم، يمكن ما فيش حد ما لعبش مع حد. ايمن لعب مع مستوى قبل كده او دي ميزه، يعني الميزه في الحته الدفاعيه بس اسلام ان اللعيبه تكون لعبت مع بعضها، ان هم بيكونوا حافظين بعض، قاريين بعض كويس، يعني في حته التغطيه مين هيراقب مين، مين ممكن يقوم بحته هو يمسك والتاني ممكن هو يعمل عمليه التغطيه. فالنهارده الاثنين اللي موجودين عندهم قوه، عندهم سرعه، ممكن يكون ايمن مش طويل شويه بس بيقدر يعمل جامب كويس قوي. طريقه اللعب برضو بتاعه بيراميدز هتساعدهم النهارده الاثنين ان هم يتمركزوا جيد وان هم كمان يراقبوا كويس. انت النهارده بتلعب بفرد واحد هو جون انتوي، اسلام عيسى ممكن يبقى هو اللعيب اللي بيلعب من تحت، فالنهارده ممكن تدي فرصه او اليو دانج ممكن ينزل ويبقى واحد فيهم سنتر باك بيمسك والتاني ممكن هو يعمل عمليه التغطيه بحيث ما يديش فرصه للسرعات بتاعه جون انتوي، او ما يديش فرصه ان هو يشتغل واحد على واحد، او ما يديش فرصه ان هو يستغل السرعات بتاعته وينطلقوا على المرمى. اعتقد هو النهارده ممكن تقوم يعني ممكن يكون متولي هو اللي بيراقب، اسف ايمن اللي بيراقب، ومتولي ممكن هو اللي بيأخر نفسه خطوتين ثلاثه عشان عمليه السرعه. يعني ايمن لانه ايمن مميز في الحته دي ان هو بيمسك كويس، يعني مساك بلغه الكوره غلس شويه، ايمن غلس يعني ما بيسيبش الفرود يشتغل براحته، ما بيسيبوش يمسك براحته. تمام، كمان ايمن عنده الميزه ان هو كمان بيعرف يشتغل بيبني الهجمه كويس، يعني ممكن من ناحيه الشمال يبتدي يبني الهجمه كويس مع علي معلول، يبتدي يزود في الحته دي، وممكن تستغل واحد في الاثنين في الحاله الهجوميه لما يكون عندنا بس واحد فقط مهاجم بيلعب عليا، ممكن استغل واحد من الاثنين في عمليه بناء الهجمه، واحد ممكن يكمل مع الاثنين بتوع نص ملعب ويقدر يشتغلوا الحته دي مع بعض كويس. فاعتقد ان ايمن ومتولي النهارده ممكن يعملوا النهارده مباراه جيده. طبعا بعض اللقطات من ملعب المباراه زي ما حضراتكم شايفين حمدي فتحي و رامي ربيعه واقفين مع ريني فايلر، قبلها كان طبعا ده كان حمدي فتحي كان لسه داخل الاستاد ومع بعض طبعا ممدوح عيد اعتقد وكابتن سيد معوض وبقيه المسؤولين في نادي بيراميدز وممدوح امام حضراتكم وبقيه المسؤولين، وحمدي فتحي طبعا بيتوجه للسلام على بقيه اللاعبين المتواجدين والجهاز الفني للنادي الاهلي والجهاز الطبي طبعا للنادي الاهلي. طيب أسامة برضو النهاردة لما هنيجي نتكلم عن النادي الأهلي، النادي الأهلي النهاردة هيهاجم إزاي؟ يعني الشكل على ما أعتقد زي ما كابتن بلال وكريم قالوا إن ممكن يبقى البداية أنت بتعمل الضغط العالي بتاعك عن طريق الرباعي أجاييه وقفشة وحسين الشحات ومروان محسن من قدامهم. النهاردة أهم مفاتيح لعب النادي الأهلي اللي بيمتاز بيها هي عملية الأطراف، علي معلول وهو ظهير بيحب دايما انه يهاجم ويعمل كروسات وفي التكنيك هتبقى ضرب نار النهارده، الاطراف هتبقى ضرب نار، هنقعد هتيجي ترقص واحد هتلاقي التاني عندك مباراه داخل مباراه ما بين الاطراف، يعني باكين رايت وباكين ليفت قدام علي معلول واجاييه والناحيه الثانيه قدام احمد فتحي وحسين شحات. ما انت النهارده زي ما انت بتوزع عندك دور هجومي مهم جدا ومفتاح هجوميه، برضو ما تغفلش الناحيه الدفاعيه. النهارده لو علي معلول متقدم لازم احمد فتحي ياخر نفسه، ان احنا بنقول النهارده بيراميدز ممكن يلعبوا على المرتدات ويبقى عندهم السرعات، عندهم اسلام عيسى، عندهم انطوي، عندهم ممكن تلاقي عمر جابر برضه، عمر جابر بيقدر يعمل الناحيه الدفاعيه وعنده الانطلاقات السريعه انه يقدر يكمل في الناحيه الهجوميه، لعيب سريع. فالنهارده الوقفه ما ببصش بس انها هجوميه بس، لازم دفاعيه، لازم يبقى عندك التوازن، ما ينفعش معلول مع فتحي الاثنين طايرين، لازم لو معلول متقدم فتحي يكون مأخر نفسه شويه والعكس برضه، علي معلول يعملها مع احمد فتحي. النهارده الاطراف عليها دور مهم جدا. في حاجه ثانيه اتمنى النهارده يستغلها النادي الاهلي، كان النادي الاهلي بيستغلها استغلال جيد مع بدايه ريني فايلر، هي الكرات الثابته. الكرات الثابته سواء الركنيه سواء الضربات الحره المباشره بتبقى من خارج ال 18، كان النادي الاهلي بيبقى دايما فيها تريكه، يبقى في لعبه ممكن بيعمل لعبه تانية فيها، فكل مباراه وسجل منها كتير، عمرو السوليه سجل منها، وليد سليمان سجل منها، حمدي فتحي كان بيسجل منها. النهارده برضو يعني الكرات الثابته مفتاح مهم جدا النهارده. اتعملت الماتش اللي فات يا اسامه، يعني اتعملت بس يعني الجونيور اجاييه عملها حسين الشحات وخدها يعني اتمنى ان شاء الله نستغلها النهارده استغلال كويس، خاصة الملعب النهارده كويس. قلنا الأطراف برضو كمان مهم جدا، عملية التسديد، عملية التسديد مهمة جدا مع التكتلات الدفاعية، وزي كريم قال عمرو السلية في مباراة حرس الحدود مباراة ثلاث نقاط بتسديدة،
فانت النهارده عمليه التسديد برده مهمه جدا. مروان محسن بقى له اربع ماتشات الحقيقه او خمس ماتشات من افضل اللاعبين اللي بيبقوا موجودين في النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، بيبذل مجهود كبير، بيعمل شغل كبير، الدور اللي مطلوب منه النهارده خصوصا في ظل التكتلات الكتيره جدا. وانا اعتقد، انا ما اعرفش وحضراتكم يمكن توافقوني ولا لا، ان مش هتبقى في كرات عرضيه كتير النهارده يا كريم. شوف يا كابتن اسلام، طبعا هو فدوره من الواضح ان هو هيبقى اقل يعني. هو طبعا مروان اكيد فكره ريني فايدر مع مروان في خطه بتعتمد على مهاجم صريح وحيد، ان هو عايزه محطه لعب، النهارده بقدر اديك الكوره والعب على الكوره الثانيه، ودي شفناها حتى في قدام مباراه الهلال، وشفناها حتى في ماتش النجم الساحلي، رغم البدايه اللي كانت لحد ما كنا يعني ما كانتش كويسه قوي، بس بان ان مروان الفكره دي هي الاساس. ربما يعني يعيب مروان بس هي فكره السرعه، ان انا عشان النهارده اتحول من كوني كمحطه لعب في نص الملعب واجري اخد مكاني داخل منطقه الجزاء بتاخد وقت شويه، بس تاني مروان شايفين بصراحه الشغل اللي هو عامله، وان هو بينفذ، وهو كمان اصرار فايلر ان هو يبدا بيه، واضح ان هو بينفذ له الحته. النقطه اللي انا بشوفها النهارده بالنسبه للكرات العرضيه، ان طبعا اكيد الاطراف هتبقى مقفوله شوية. هي الحركه او التركايه اللي عملها فايلر في ماتش هناك في الشوط الاول ما بين اجاي وما بين قفشه، مروان كان طبعا اكيد بقى متراقب، اكيد علي جبر او احمد ايمن منصور هيبقى ملازم، فبالتالي اكيد طبعا تشاتشيتش عارف ان الكره الثانيه هتبقى حرب قدام منطقه جزاء، ومش هيحاول على قد ما يقدر يحرم بيها النادي الاهلي. فايه اللي كان بيحصل في ماتش الهلال؟ اجاي واخد الطرف وقفشه نازل بيه المدافع اللي معاه نص ملعب، اجاي بيستلم عشان يسيب مساحه لقفشه، بدل ما يستلم الكره بظهره يستلمها بوشه، ودي بتفرق جدا عند البلاي ميكر. البلاي ميكر بيستلم الكره بظهره لمرمى المنافس بياخد وقت، صح. عشان يلف، صح. انما ما ادي الكره لاجاي واقول له خدها واستلم واعتمد على قوه بدنيه، اجاي عنده حته وهي دي ما يميز اجاي، وشفناها في الهلال الشوط الاول كان اجاي ياخد الكره من مده 3 ثواني عشان قفشه يلف بالمدافع ويديله الكوره بوشه، فيبدا هو يوزع الكوره، وشفنا حتى الكوره اتلعبت لحسين الشحات في الشوط الاول وسدد التسديده، كانت اول هجمه للنادي الاهلي كانت معموله بشكل مميز. فانا اعتقد ان قدام نادي بيراميدز قدام دفاع اكيد زي ما كابتن اسامه شرح الحته دي كويس قوي، وبان من تشكيل نادي بيراميدز الاثنين فول باكس مش هيطيروا، مستحيل يطيروا في بيراميدز بالشكل اللي احنا شايفينه ده، حتى ربما نشوف محمد حمدي ورجب بكار ثابتين دايما اثنين سنتر باكس اربعه كابتن ممكن اللي اربعه هنشوفهم ثابتين ليه؟ هو حاطط طارق طه وعمر جابر عشان يعملوا فكره الهجمه المرتده، عشان كده طبعا دور مروان محسن انه ينزل الكوره لقفشه واجاهيه هيبقى مهم جدا. طيب خلينا بس نطلع نشوف زميلنا كريم احمد معانا على التليفون يقول لنا الاجواء في الملعب المباراه في سير الدفاع الجوي الذي يستضيف هذه المباراه. اتفضل يا كريم. مساء الخير عليك كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي لكل المشاهدين ونجوم الاستوديو التحليلي. خلاص في لحظات يا كابتن اسلام، وبالفعل تنطلق هذه المباراه، الاجواء هنا كلها خلاص انتهت بالنسبه للاحماء الاستعدادات، التنظيم يمكن تنظيم مميز جدا بالنسبه للدفاع الجوي، هي مباراه بيراميدز لكن عاملين شغل كويس جدا بالنسبه للدخول والخروج للصحفيين كل الامور دي، كمان الجمهور عايز اكد عليه يمكن تم الاتفاق طبعا في الاجتماع الامني الاخير 100 مشجع للنادي الاهلي و100 ممثلين لنادي بيراميدز، يعني نقدر نقول ان جمهور النادي الاهلي اكثر شويه، يعني هو طبعا اقل من ال100 لكن متواجدين عدد قليل لجمهور نادي بيراميدز. ان شاء الله باذن الله يا كابتن اسلام تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي، تكون كالعاده يكون جيد، مباراه هامه ومرتقبه والكل مركز فيها ان شاء الله، واكيد بعد المباراه نبارك لها كابتن اسلام ومبارك لكل جمهور النادي الاهلي، يستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات واسعاد كل جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ارض الملعب. بناخد يعني مع حضراتكم اجواء المباراه وماذا يحدث في ارض الملعب. بلال، يعني كنا لسه بنتكلم عن مروان محسن، ولكن ايضا حسين الشحات بقى هيبقى دوره ايه في مثل هذه المباراه؟ لانه انا كل شويه هرجع واقول وافكر الناس اللي احنا بنقول ان دايما الطرف هنلاقيه مقفول، صحيح. واحد زي حسين هيبقى دوره ايه؟ انا هكمل بس على كلام كريم، يمكن الادوار في المواقف اللي زي دي بتاعه الفيرود ان هو بيبقى عنده حاجتين مهمين جدا، يعني لو ما قدرتش تستغل الاطراف مع الكرات العرضيه كمروان مثلا كستايل لعب، كل واحد كل فيرود فينا عنده ستايل لعب مختلف شويه، يعني اسامه مثلا كان بيجي من تحت شويه وبيعمل مهارات وبيكمل انا كنت بستنى في الطم بتحرك في ال 18، كل واحد عنده ميزه، مروان عنده ميزتين الحقيقه، ان هو بيتحرك داخل ال 18 بشكل جيد للكرات العرضيه، ثاني حاجه هو محطه للعيب، يعني تقدر تستفيد منه من السكند بول. النهارده مروان ممكن يشتغل حاجه ثالثه مهمه جدا، ان هو دايما هيبقى متراقب واحد من الاثنين، يا احمد ايمن منصور يا علي جبر، هو الطبيعي النهارده عشان يقدر الاهلي يستغل فعلا عمق الملعب بشكل كويس زي ما حصل في بعض الاوقات المباراه اللي فاتت، ان هو ينزل لتحت عشان يدي فرصه لواحد من الاثنين الشحات او جاي ان هو يشتغل قطري، هي دي الحاله ما هو ده اللي عايز اوصل له، اللي ممكن بالظبط يشتغل فيها حسين الشحات النهارده ويشتغل كمان فيها اجاي اسلام، انه يشتغل قطري من ورا او مجدي قفشه او عمرو السوليه،
او ممكن، بس خد بالك النهارده قفشه، خلي بالك دي هيبقى دور اللي قالها بلال اول مباراه في الدوري كان امام سموحه لما استلمها مروان محسن ورمضان صبحي رفعها وحاول يكمل وراح بيها على الجول. كان هو ده الجول، كان هو دي المساحه اللي فضاها نفس اللعبه ودي اللي ودي اللي اشتغل عليها رمضان كتير يا اسلام قبل ما يتعور. جاب فيها اكتر من هدف وصنع فيها اكتر برضو من هدف، ان الفيرود يا اسلام ينزل لتحت ال10 متر دول عشان يسحب واحد من الاثنين السنتر باكس ويكمل واحد من الاثنين او يكملوا الاثنين سواء جاي قطري او حسين الشحات قطري عشان يقدر ان هو بالثرو باس ان هو يقدر يبقى واحد على واحد ضد جول. وحصلت المباراه اللي فاتت اكتر من كره، من ضمنهم كره كهربا اعتقد، وبرده من ضمنها كره اتحسب التسلل على حسين الشحات واحده برده كان ممكن لو اخر فيها سنه يروح لل18. هو ده التحرك اللي احنا طالبينه النهارده من حسين الشحات عشان مروان يفضي واجايه او حسين هو اللي يشتغل قطري، لان زي ما انت قلت النهارده الاطراف مقفوله عشان تشتغل 2 على 2 او 1 على 1 على 1 هتبقى صعب. انت بتلعب باثنين ميدفيلدر النهارده، هم فرقه بيراميدز بيلعبوا باثنين ميدفيلدرز وبيلعبوا باثنين باكين واثنين قدامهم باكين، فبالتالي هو كل شغله دفاعي. عشان كده احنا بنقول ايه، هو النهارده النادي الاهلي عشان تشغل علي معلول هيبقى صعب قوي تشتغل مع علي معلول الكرات العرضيه، وصعب قوي احمد فتحي يشتغل الكرات العرضيه. ممكن يكون لهم دور دفاعي النهارده متميز اكتر من الدور الهجومي، ولكن اللي يقدر النهارده يستفيد من امكانياته وقدراته هم يمكن الشحات في التحركات القطريه مع جونر اجاي، مجدي قفشه النهارده وعمرو السوليه، هم دول اللعيبه الاربع لعيبه اللي ممكن النهارده يبقى نقطه التحول الهجومي للنادي الاهلي. اسامه اخيرا التغييرات، شريف اكرام، ياسر ابراهيم، وليد سليمان، اليوباجي، كهربا، جيرالدو، محمد هاني. كان هو طبعا وليد سليمان عنده دايما من اوراق الرابحه اللي بيستعين بيها، برضو ايضا محمود كهربا، اليو باجي بدا يديله الماتشين اللي فاتوا، هي يعني ما عندوش هو النواحي الدفاعيه كتير بره غير ياسر ابراهيم، فهي ممكن تكون التغييرات النهارده زي ما هو بيشتغل تبقى التغييرات الهجوميه يعني منحصره في وليد سليمان وباجي ومحمود كهربا. النقاط السريعه جدا عشان يكسب النادي الاهلي النهارده، اعتقد كابتن اسلام مهم جدا جدا الاستغلال، اذا تشاتشت لعب بدفاع متقدم الحته بتاعت حسين الشحات لما بيسحب نفسه للخط دي شفناها في يعني في هدفين للنادي الاهلي جون بنفس التكتيك، شفناها في هدف ماتش الهلال السوداني الهدف الاول لما اتلعبت كروس عرضي وحسين بيسحب نفسه ما تاخدش بالك منه، والهدف بتاع الهلال في السودان لما شفنا برده حسين سحب نفسه، هي دي الحته بتعمل بشكل كويس جدا والفول باك ما بقاش واخد باله لو ما لعبش بقى مش عند اجاي. نعم لو ما لعبوش بالدفاع متقدم، اعتقد في وجهه نظري اذا المباراه قفلت للشكل الاخير هيبقى مضطر فايلر في الشوط الثاني يعمل فكره الاثنين راس حربه عشان دي النقطه اللي انا ينزل هيبقى هنا اعتقد اليو باجي عنده مساحه اكتر من محمود كهربا عشان يعمل دويتو مع مروان محسن ونبدا نستخدم الكروسات. طيب انا بشكركم شكرا جزيلا كابتن احمد، كابتن اسامه، كابتن كريم، هسيب حضراتكم طبعا تتفرجوا على المباراه. بالمناسبه النهارده مروان محسن لابس رقم 9 هو طبعا كان بيلبس رقم 18، ولكن بعد رحيل وليد ازارو اصبح من حق مروان محسن ان هو يلبس رقم 9، وبالتالي هو النهارده هيلعب برقم 9. في افريقيا ما بيحصلش الكلام ده، الرقم اللي بتبدا بيه هو اللي بتنهي بيه، فالنهارده مروان محسن بيلعب برقم 9. في تغييرين مهمين، مروان بيلعب برقم 9 والنادي الاهلي غير اللون الاحمر النهارده، مفاجاه بقى اللون الفيروزي، هم بيقولوا لي اللون الفيروزي انا مش مقتنع يعني ايه اللون الفيروزي، ولكن عموما هنشوف. هسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراه، وبعد نهايه المباراه مباشره هكون مع ضيوفنا الكبار ان شاء الله نتكلم عن كل ما حدث خلال 90 دقيقه وكواليس ما بعد نهايه هذه المباراه. اسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراه، انتظرونا بعد نهايه المباراه مباشره.